كيرتيس تشوباريان ينضم إلينا وهو محلل أسواق عالمية في مجموعة إكويتي. أهلا بك معنا في هذه التغطية لما يحدث في الأسواق المالية العالمية. أبدأ معك بهذه المعنويات الإيجابية التي شهدناها في وول ستريت و يعني عودة القوة بالنسبة للقطاع التكنولوجي تحديدا، إلى أي مدى تعول على هذا المزاج وعلى هذه الإيجابية بالنظر إلى أن الفاليويشنز بالنسبة للقطاع التكنولوجي باتت مرتفعة جدا جدا؟ بالفعل هنا النقطة المحورية كما تفضلتي بأن تقييم العديد من شركات التكنولوجيا مرتفعة جدا. هل تشهد الأسواق المالية حالة من الثقة لعديد من الأسباب؟ بداية المتداول في انتظار قرار الفيدرالي الأمريكي، والذي من المتوقع أن يؤكد خلاله على استمراره في تقديم تحفيزات هائلة جدا للاقتصاد الأمريكي، ومن ضمنها أسعار الفائدة المتدنية والتي تتراوح في نطاق بين 0 و25 نقطة أساس في المئة. وهذا كله يحفز المعنويات الإيجابية في الأسواق المالية، خصوصا مع إشارات بأن الصين قامت أيضا بتمديد فترة الإعفاءات الجمركية على سلع من الولايات المتحدة الأمريكية. فكل هذا صب في صالح ارتفاع الثقة في الأسواق المالية، وربما نشهد هذا اليوم المزيد من الارتفاع في مؤشرات الأسهم الأمريكية لتعويض جزء من الخسائر الكبيرة التي تحققت خلال الأيام الماضية أو الجلسات الماضية. نخص هنا بالذكر قطاع التكنولوجيا، والذي أشرنا إلى أن تقييم الشركات مرتفع بدرجة كبيرة فوق الأسعار الدفترية، وحتى أنه فوق الأسعار العادلة، وهذا كله ربما سيبقي على حالة من الحذر الكبير بين المتداولين. فرغم أن هنالك ثقة كبيرة في الأسواق المالية، وباعتقادي بأن هنالك ارتفاعات قادمة أيضا في مؤشرات الأسهم الأمريكية لتشمل أيضا قطاع التكنولوجيا، لكن في نفس الوقت المتداولون سيكونون أكثر حذرا في هذه المرة مع الارتفاعات الكبيرة التي تشهدها أسعار الشركات التكنولوجية وعديد من الشركات الأخرى. لكن مرة أخرى مع انتظارنا لقرار الفيدرالي الأمريكي، فربما ستستمر هذه الثقة بالتأكيد تأثير على الأسواق المالية، خصوصا مع استمرار التحفيزات الحكومية من الحكومة الأمريكية وكذلك من الفيدرالي الأمريكي. ما الذي تراقبه ساركيس في اجتماع الفيدرالي الأمريكي؟ التوقعات تشير إلى أنه لن يكون هناك تغيير على السياسة النقدية، ولكن ربما هو الموضوع يتعلق بالنظرة تجاه التضخم والاقتصاد. برأيك هل النظرة ستكون أفضل من الاجتماعات السابقة، أو أنها ستكون تعكس توقعات أسوأ بالنسبة للاقتصاد الأمريكي؟ الآن بداية لتوقعات الفيدرالي الأمريكي، فبحسب مجموعة CME فتوقعات تثبيت الفائدة تبلغ 100%، وبحسب توقعات أخرى أيضا فإن نسبة أكثر من 95% تقول بأن الفيدرالي الأمريكي سيثبت نطاق أسعار الفائدة، وكذلك بالنسبة لسياساته النقدية الأخرى التي تشمل برامج شراء الأصول إلى جانب برامج الإقراض. لكن ما ننتظره يوم غد من الفيدرالي الأمريكي، خصوصا مع أول اجتماع سوف يقوم به الفيدرالي الأمريكي بعد تغيير سياساته لرقابة التضخم. فبعدما كان الفيدرالي الأمريكي يعتمد نسبة تضخم ثابتة عند 2% كهدف، أصبح يعتمد متوسط التضخم، وسننتظر يوم غد المزيد من الإيضاحات حول هذا الأمر وكيف سيتعامل الفيدرالي الأمريكي مع ارتفاعات التضخم، وإلى أي حد سيسمح الفيدرالي الأمريكي بارتفاع مستويات التضخم. فقد شهدنا ارتفاعات كبيرة في نسب التضخم بحسب مؤشر سعر المستهلك من مستويات حول 0.1% لهذه السنة حتى وصلت إلى 1.3%. فكم سوف يسمح الفيدرالي بارتفاع التضخم؟ هذا ما قد ننتظره غدا من إيضاحات من الفيدرالي الأمريكي. كذلك الأمر سوف ننتظر من الفيدرالي الأمريكي توقعاته بالنسبة للاقتصاد. نعم أنا أريد سؤالك عن تداعيات قرار الفيدرالي وهذا الاجتماع على الذهب تحديدا، الذهب الذي يتداول عند أعلى مستوياته في أسبوعين بفعل ضعف الدولار الأمريكي. هل هو مرشح للمزيد من المكاسب في الأسبوع القادم فيما بعد اجتماع الفيدرالي؟ تأثر الذهب في إن كنا نتحدث عن البنوك المركزية هي ليست فقط من الفيدرالي الأمريكي، بل إن مجمل البنوك المركزية حول العالم تتخذ سياسات نقدية تسهيلية وتحفيزية للاقتصاد، وهذا ما يحفز المزيد من الارتفاع في أسعار الذهب على المدى المتوسط والطويل. لكن هنا أحب أن أنبه إلى علاقة الذهب في الدولار الأمريكي وكذلك بالثقة في الأسواق المالية، فهنالك العديد من المؤثرات التي قد تتسبب في تذبذب في أسعار
أسعار الذهب ما بين انخفاض وارتفاع خلال هذا اليوم ويوم غد. لكن باعتقادي على المدى الأبعد قليلا فسياسات الفدرالي الأمريكي التحفيزية إلى جانب الأسعار في الفوائد في البنوك المركزية في العالم المنخفضة جدا كلها قد تحفز المزيد من الارتفاع في أسعار الذهب. لكن بالنسبة لهذا اليوم وربما أيضا يوم غد فأمامي بعض المستويات الفنية التي يجب أن نراقبها مثل 1970 دولار للأونصة لهذا اليوم وفي حال وصول أيضا الحاجز النفسي 2000 دولار للأونصة الواحدة. فمستوى 2000 دولار قد يؤثر كثيرا على نفسيات المتداولين ولذلك في حال وصول هذا المستوى قد تبدأ المضاربة بالتأثير على أسعار الذهب. وأيضا هذا ينطبق على مستوى 1970 بالنسبة للتداولات هذا اليوم فأسعار الذهب تداولت ضمن نطاقات محدودة في مستويات تقريبا ما بين 1900 دولار و 1990 خلال الفترة الماضية. لذلك سيكون هنالك تأثير كبير للمضاربين في الأسواق المالية. لكن كما أشرت على المدى المتوسط والطويل فسياسات الفدرالي الأمريكي والبنوك المركزية كلها داعمة لاستمرار ارتفاع الذهب على المدى المتوسط والطويل حتى يحصل أمر يثبت عكس ذلك. شكرا لك تركيز تشوباريان محلل أسواق عربية، كنت معنا من إكويدور.